عندنا دلوقتي أنواع كتيرة من التأمينات، التأمين على السيارة، التأمين على الممتلكات، التأمين الصحي، التأمين على الحياة. إيه الأنواع الحلال والأنواع الحرام وإزاي أفرق بينهم؟ إديلي قاعدة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب في فيديو جديد. القاعدة يا إخواننا هي إن في فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. المجامع الفقهية المعتبرة والعلماء المعتبرون والجهات البحثية المعتبرة قالت إن التأمين التعاوني حلال والتأمين التجاري حرام. تقول لي برضو أنا مش فاهم حاجة. التأمين التعاوني هو إيه؟ هو تأمين لا يهدف إلى الربح. يعني إيه؟ يعني ناس قعدت مع بعض كده قالوا يا جماعة كل واحد هيدفع مبلغ شهري بحيث ان اي واحد فينا حصل له مشكلة هنساعده بالمبلغ اللي احنا بنجمعه شهريا، حاجة كده زي صندوق الاسرة، صندوق الزمالة في مكان الشغل بيجمعه فلوس عشان لما حد تحصل له مشكلة بيساعدوه. ده هو ده التأمين التعاوني اللي هو النهاردة ليس له وجود في الاسئلة اللي كتير من الناس بيسألها. معظم الاسئلة بتدور حول التأمين التجاري، وخلي بالك بعض شركات التأمين بتخدعك وتسمي التأمين بتاعها اللي هو التأمين التجاري تأمين تعاوني، يقولك اهو احنا العلماء اباحوا التأمين التعاوني. لا، انت تأمين تجاري، العبرة مش بالاسم، العبرة بالمسمى وبالحقيقة. التأمين التجاري بقى هو تأمين يهدف الى الربح، ومعظمه سواء كان تأمين على سيارة، على ممتلكات، على تأمين صحي، تأمين على الحياة، عبارة عن اللي انت بتدفع اقساط. نفترض التأمين على السيارة بتدفع اقساط شهرية علشان لو السيارة حصل لها شيء انت تستفيد ان الشركة تصلح لك السيارة. يعني ممكن تدفع اقساط حوالي 3000 جنيه هي تصلح لك العربية اللي اتخبطت ب 20000 جنيه، وممكن تقعد تدفع اقساط كتير وما يحصلش العربية حاجة فانت ما تستفيدش بالفلوس دي تروح عليك. وهو ده لب التحريم، السبب الاساسي في تحريم التأمينات التجارية حاجة اسمها الغرر، لأن حضرتك مش عارف أنت بتدفع مبلغ وبتاخد قصاده أكتر من المبلغ ده، أو ممكن ما تاخدش قصاده مبلغ خالص ولا أي استفادة خالص، أو استفادة أقل من المبالغ اللي عمال تدفعها. فالغرر ده محرم في الإسلام، وده السبب إن التأمين التجاري الهادف إلى الربح ده تأمين محرم. والتأمين التعاوني اللي هو النهاردة ما بقاش موجود بالشكل اللي احنا متخيلينه، حاجات كده خيرية الغرض منها الثواب، ولذلك اللي داخل فيه مش طمعان في حاجة فبقولك يا أخي يعني من باب التساهم والتعاون. يبقى دي القاعدة، إن التأمينات التعاونية أو التكافلية حلال والتأمينات التجارية حرام. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت اشتراك في القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.